السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان. بزاف ديال الأسئلة اللي طرحوا في لي كومونتير على القصبة ديال بيلوطا. أنا جيت في هذا الفيديو هذا باش غادي نعطيكم لي كاركتيريستيك اللي خصهم يكونوا في قصبة البيلوطا. أنا ما جيتش غادي نقول لكم هذه القصبة أحسن من هذه القصبة، ولا غنقول لكم شري فيرسيلي ولا شري بين ولا شري هادي. أنا جيت نعطيكم لي كاركتيريستيك باش أي واحد يقدر يقلب قصبة ويعرف واش تقدر تصلح ليه البيلوطا ولا لا. كما كتشوفوا هذه القصبة هذه راه يلاه خديتها في الفيديوهات القدام، راه ما كنتش كنصيد بهذه القصبة هذه، باقا ما عمرها زارت الصحراء أول مرة. الماركة ديالها بين 7 مترو. أنا راه ديجا داير لها السكوتش هنا باش نحافظ عليها من الحجر، ولكن ليسونسيال هو كما قلت لكم هما لي كاركتيريستيك ديال قصبه البيلوطا. اول حاجه غنبداو بها وهي الطول. الطول ديال قصبه البيلوطا خصو يكون ما بين 6 متر وحتى 7 متر. والاخوان كاين بزاف ديال الاخوه اللي كيقول لك لا 6 متر وحتى 7 متر. انا شخصيا كنعطيكم رايي الشخصي، 7 متر احسن ليا من 6 متر. علاش؟ تعدي ما الى عندي متر زايد ديال الطول غادي ينفعني في شي مصايد في شي بلايص اللي غيكونوا مانعين غيكونوا بعاد، غينفعني هذاك المترو ديال الطول. ولكن في حاله ما بغيت نصيد ب 6 متر، هذيك القصبه ديال 7 متر غنقدر نرجعها 6 متر. في الاخر ديال الفيديو غتشوفوا معنا كيفاش قصبه 7 متر نقدروا نرجعوها 6 متر وغادي نصيدوا بها. دابا كما قلت لكم القصبه خصها تكون فيها ما بين 6 متر حتى 7 متر. الراس ديال القصبه ما خصوش يكون حلو بزاف وما خصوش يكون قاصح بزاف. كيف ما كتشوفوا دابا ها هو كيبان لكم، حنا غادي نسرحوا القصبه كامله باش يبان لنا الراس مزيان. هذه هي القصبه الاخوان، ها هي هذه هي القصبه 7 متر. تقل ثقيله شويه، هذا البين بالخصوص ثقيله، ولكن علاش ثقيله؟ على الصح تحت حنا في التقنطير ديال الحوت الاخوان اهم حاجه تكون في قصبه البيلوطا هي التقنطيره ديال الحوت. علاش؟ فاش غنبغي نقنطر الحوت ديالي خاص القصبه ما تلواش ليا كامله، ما تهوتش كامله، خاص القصبه تكون دايره ها والراس ديالها بوحدو اللي غيهوت. كما كتشوفوا كنا حبسنا الهضره قبل ما نحلوا القصبه على الراس. ها هو الراس، انا غنوريه لكم. ما خصوش يكون حلو بزاف وما خصوش يكون قاصح بزاف، خصو يكون بحال هكا لين. اي مواندغ قيصه تبان تحرك، اي قيصه تحرك فيه هذا هو الراس ديال البيلوطا. وبطبيعه الحال خصو يكون صحيح في القوس ديالو، خصو يكون صحيح، خصو يكون تيقوس صحيح. فاش غيدور غيدور بوحدو، وكما كتشوفوا هاد الكعبات الاخرين غيبقاو واقفين ما يدوروش معاه. في تقنطيره الحوت راه هي هذه اللي كتشوفوا، غيدور الراس غيوقف هنا وغادي نقنطر الحوت ديالي كما بغيت. ثاني حاجه اللي كنقلب في القصبه ديال البيلوطا الاخوان هي كنشد قصبتي من هنا وكندير لها هاد العمليه، هاد العمليه بحال هكا كنشوفها واش حلوه، واش غادا تبقى دير لي الموج ولا غادا توقف. فاش غادي ندير بحال هكا خاصها فاش نطلقها توقف، ما تبقاش تلعب ليا. فاش تطلقها توقف، ما تبقاش تدير الموج. ها انتم كدير لها بحال هكا كتطلقها خاصها توقف، ما تبقاش تلعب. كما شفتوا الاخوان هادو هما لي كاركتيريستيك اللي خصني نقلب عليهم في قصبه ديال البيلوطا. ما كتهمش الماركه، ما كتهمش الثمن، كيهمو هاد لي دوني هادو، هاد لي كاركتيريستيك، هاد المعطيات خصهم يكونوا عندي في قصبه ديال البيلوطا. كيف ما قلت لكم 7 متر علاش كتنفعني؟ اجيو تشوفوا معنا واحد المصيد اللي هو مانع، وإلا ما عندك 7 متر ما غاديش تصيد فيه. ها انتوما كما كتشوفوا هنا راه الحجر طايح، ها هو حجر طايح كما كتشوفوا، وكاين واحد المسرب بيناتو. ها هو غيخوي دابا البحر غيضرب غيرجع غيبان لكم واحد المسرب بيناتو. هاد المسرب هذا الا عندك قصبه اقل من 7 متر ما تصيدش فيه. كما غتلاحظوا انا الا عندي قصبه 7 متر غنوقف هنا وغنصيد في هاد الثقبه مرتاح، ما غاديش نتبرزط، غنصيد مرتاح. وفاش غيضرب عليا الحوت غادي نقاتلو بشويه عليا وغنجيبو عندي بشويه عليا. هادشي علاش كينفعنا قصبه 7 متر، لان الا كاين شي مصايد مانعين راه خصك قصبه طويله باش غادي توصل لهم. اخوان دابا حنايا
قلنا لكم علاش الطول كينفعنا. دابا غادي نشوفوا كيفاش غادي نرجعك صبتي 6 متر الا بغيت نصيد فيها في بلاصه اللي المقرب ليا، وفاش كنقص ليها متر كتنقص ليا من لو بوا حتى هو، حتى الثقل ديالك يزيد ينقص. كما كتشوفوا كيكون عندي شومبرير ميش، كاين اللي كيقول ليه ميش، كاين اللي كيقول ليه شومبرير، ها هو هو هذا. هاد الكعبه هادي تحتانيه فيها مترو، ها هو مترو، غندخلها غنسدها وغنجي لهاد البلاصه هادي وغندير الشومبرير الاخوان، غنسدو بحال هكا. كما شفتوا الاخوان كندير طرف ديال الميش، كتولي عندي الكسبه ديالي 6 متر وكتنقص ليها في الثقل ديالها، وكنصيد بها مرتاح وكنقنطر بها الحوت، وما عندكش علاش تخاف، لان هاد الكعبه فاش غادا تدخل في هاد الكعبه كاين اللي فيكم اللي غايقول لي غينقص الصح ديالها، راه الا فكرتي فيها في دماغك كعبه مضوبله بطبيعه الحال الجدر ولا صح من الاولى. اخوان نتمنى نكون عطيتكم جميع المعطيات على الكسبه ديال بيلوطا، نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو، وإلا كاينه شي حاجه اخرى طرحوا الاسئله ديالكم في لي كومونتير، وصبروا شويه مع الوقت ضروري ما غادي نجاوبكم على لي كومونتير ديالكم. تبارك الله عليكم.